الو، ازاي حضرتك؟ ازي حضرتك كابتن شوبير؟ ازيك يا ام كتاليا؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله، وربنا يبارك لك في بنوتك يا رب ان شاء الله، يا رب. وربنا يخلي لك ايمان. بس ما نعرفش قصه ان انت محلله كرويه بارعه كده يعني. لا ده عشان ايمان بس والله. عشان ايمان بتبقى قاعده مهتميه قوي بكل لعبه، بكل لمسه، بكل طبعا تحركاته. طبعا. ايه اللحظات اللي بيجيلك فيها تحس انه طاير، انه فرحان، انه مبسوط، والعكس؟ إمام مش بيحب يخسر أبدا، اول حاجة يعني إمام كل الماتشات بالنسبة له مهمة، إنه يلعب ويكسب دي أهم حاجة عنده. ايوه بيزعل إمتى؟ أي ماتش بيخسره بيزعل فيه، أي ماتش بيحس إن هو طالع مش موفق فيه بيزعل. وبعدين كمان إمام في حاجة محدش عارفها عنه، إمام أول ما بيخلص الماتش يروح البيت، ممكن يعني ياكل أو كده، وبعد كده يتفرج على الماتش تاني من أول وجديد. في ساعتها في ساعتها على طول أول لو حاجة كان بيعملها كويس ووحش، كسبان خسران، لازم يعمل كده. بالظبط يشوف نفسه هو كان عامل ايه، علشان خاطر لو في حاجة غلط بيعالجها بعد كده. صريح مع نفسه لما بيكون وحش، يقول لك انا كنت وحش. جدا صريح جدا. بيتفرج على ماتش ويحصل حاجة يقول انا المفروض كنت اعمل كذا. اكتر ماتش كان زعلان من نفسه فيه؟ ماتش الزمالك السوبر الافريقي. السوبر الافريقي. اكتر انت كنت مع كانت معاك في السوبر معايا الافريقي. كانت معايا في السعودية كمان لما تعب. قولي لي بقى، لما تعب ودخل المستشفى عملت ايه؟ هو انا ما حضرتش الماتش، رحت بعديها بيوم عشان كنت عارفة يعني قد ايه هيبقى زعلان. كان متضايق جدا وتعب جدا، سخن جدا. اول مرة في حياتي كنت اشوف امام بالمنظر ده. كان متأثر. جدا ارتبط بجمهور الاهلي قوي قوي. قوي. خلى الارتباط بقى انتوا كلكم كأسرة بجمهور الاهلي بشكل قوي. طبعا بيبقى اكتر اهم حاجة عنده كل ماتش انه ينزل عايز يعني يسعد الجمهور اللي هو بيساعده. اكتر مرة كان فرحان فيها؟ اكتر مرة شفت امام فرحان فيها كان يوم لما كسب كاس مصر. كاس مصر وجاب الجول الاولاني. كنت متوقعه له انه يجيب جون؟ كنت متوقعه له، كنت خايفه عليه لان امام قبليها كان تعبان جدا جدا. تعبان تحكي في مريض ولا القصه كنت مصاب؟ مريض. تحكي في القصه. احكي. هو كان تعبان ورحنا بيه المستشفى، اصلا الدكتور بتاع المستشفى قال له انت ما ينفعش تسافر. ياه، عندك كورونا. كان عندك كورونا. كان شبه كورونا. او كانت كورونا يعني. كابتن في حاجة، انت كابتن دي أول مرة احكي. يعني اسمك تحكيها الأول. عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. وحشاني والله. انت كمان.